ماذا تعرف عن سوق عكاظ؟ يقع سوق عكاظ في واد بين مكة المكرمة والطائف، وهو على مرحلتين من مكة المكرمة ومرحلة من الطائف، والتي تتواجد في الجزء الجنوبي الشرقي من مكة المكرمة. وكان يقام السوق في مكان يعرف بالأثيداء، ويتميز هذا المكان بوجود المياه والنخل، وهو مكان مستوي إذ لا يتواجد فيه جبال، وإنما يتواجد فيه بعض الأنصاب التي كانت في الزمن الجاهلي. سوق عكاظ أحد أسواق العرب المشهورة، وهو عبارة عن سوق تجاري سياسي أدبي، وسمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يجتمعون فيه وتعاكضون، أي أنهم كانوا يتفاخرون بأنسابهم ويتناشدون الأشعار. ويشار إلى أنه كان يفتتح في أول شهر ذي القعدة ويستمر إلى يوم 20 من نفس الشهر، وبالتالي كانت مدة افتتاح السوق 20 يوما. وبقي سوق عكاظ إلى أن جاءت الحرورية، حيث قامت بتدميره وإعاثة الخراب فيه. اتخذ سوق عكاظ شعارا دينيا خاصا به، ففي ذلك الموقع وجد صنم جهار لهوازن، كما كان يوجد صخور يطوف الناس بها ويحجون إليها أيضا، وكانت العرب تقصده في حجها، وكانوا يفردون تلبية خاصة يقولونها في جهار، وهي لبيك اللهم لبيك، اجعل ذنوبنا جبار، اهدنا لأوضح المنار، ومتعنا وملنا بجهار. وبالتالي كان سوق عكاظ موسما للحج الجاهلي، وكانوا يحجون إلى سوق عكاظ قبل حجهم إلى منى. وقبل الوقوف في عرفة، وبسبب تجمع الأعداد الهائلة من الحجاج في سوق عكاظ، كانت العرب تنتهز السوق في المجال الأدبي والتجاري. تتمثل مظاهر سوق عكاظ في أنه سوق لعرض جميع البضائع المادية مثل التمر والعسل والسمن والملابس والإبل والخمر، كما أنه سوق للبضائع الأدبية، حيث يقصده الشعراء من أجل عرض أشعارهم على كبار الشعراء المحكمين. كما هو سوق عكاظ مكان للمفاخرة والمنافرة بين جموع الناس، إذ تسببت المنافرات في اندلاع الحروب، ومثالها حرب الفجار. هو مكان لعرض البنات للتزويج، ومكان لحضور بعض الخطباء، كما أنه مكان دخله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتبليغ دعوة الله تعالى إلى القبائل المختلفة، وهو مكان لتعليق المعلقات السبع المشهورة. عرفت العرب في عصرها الجاهلي عددا من الأسواق، ومنها سوق عكاظ، سوق ذي المجنة ويقع على مقربة من مكة المكرمة، وسوق ذي المجاز ويقع بالقرب من ينبع.